طيب ناخد الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي ونرجع نعلق بعد ما ناخده على التليفون. دكتور عادل اهلا بيك يا دكتور. اهلا كابتن، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه، ربنا يخليك. اكيد طبعا اتفرجت على الماتش. طبعا. طب قول لي قول لي شفت الماتش ازاي؟ وطبعا كاس عالم في الاول يا دكتور يعني كانت خارجه عن التوقعات تماما. بص، هي خارجه عن التوقعات بالاسامي، انما بالمستوى انا شايف صراحه كل الماتشات منطقيه جدا بالمستوى اللي الفرق قدمته. يعني طب انا شايف النتائج كلها خير جدا، عادله جدا. كنت اعتقد ان المنتخب بشكل كمان يقدر يلعب كمان مباراه نهائيه. هو ده اللي اتكلمت فيه، هو ده انا بتفق معاك فيه بالظبط، يعني دي الحل الاستثنائي. فعلا هو طول البطوله بيقدم مستوى عالي جدا وثابت جدا، يمكن كان بس بعض التراجع في مباراه فرنسا في وقت معين، كمان حتى في المباراه مش طول المباراه هو اللي ادى للخساره. لكن اعتقد انه كان فعلا يستحق انه يلعب نهائي برضه. ما نقللش من فرنسا، لان فرنسا لان بطوله قويه جدا وتستحق انها تبقى موجوده. اكيد. النهارده بلجيكا كان واضح من الاول ان هي الفريق اللي عنده اهتمام اكبر من المباراه، لانه لعب بتشكيله الاساسي تقريبا كامل. ما حدش روبرتو مارتينيز ان هو يدي فرصه للعيبه اللي ما لعبتش، بحيث انها ممكن البعض يقول انها مباراه شرفيه او كده. لا، هو كان عنده هدف واضح انه يفوز بالمركز الثالث، على عكس منتخب المنتخب اللي رايح حوالي 6 لعيبه من الفريق اللي من التشكيله الاساسيه في بدايه المباراه. ليه يا دكتور تفتكر ليه عملوا كده المنتخب الانجليزي؟ هو يمكن انجلترا مش مركزه قوي في حته ان هي تطلع ثالث او رابع. كان واضح فعلا ان ده مش من ضمن اولويات الجهاز الفني طبعا بقياده جاري ساوثجيت. كان الفكره بس المشوار اللي ما كانش حد يمكن حتى متوقعه حتى في انجلترا، ان احنا نوصل لغايه قبل النهائي. فخلاص بعد كده هو شايف ان خلاص مش فارقه ثالث من رابع، هو ادى بس فرصه لهاري كين عشان لو يقدر يزود اهدافه ويضمن الهداف. اعتقد هو ضمن الهداف، لان 6 اهداف وخلاص مش فاضي غير راحه البطوله. اعتقد هو ضمن لقب الهداف. ادى فرصه للعيبه ثانيه انها تبقى موجوده، زي داني روز، زي اريك داير. يعني ريح مجموعه من الاساسيين كانوا موجودين. بلجيكا كانت واخده الموضوع بجديه قوي، تقدمت بدري جدا بجون توماس مينيه. بعد كده ايدن هازار يمكن اختتم مجهوده الرائع طول البطوله، واعتقد ان هو ممكن يكون احد المرشحين بقوه لقب احسن لاعب. انا كنت اسالك السؤال ده، انا شايف ان هو بصراحه يعني احسن لاعب في البطوله بلا منازع. فعلا هو يمكن لو حطينا مثلا لعيب زي انجولو كانتي في فرنسا، لكن كانتي مش اللعيب الممتع اللي مش بيمتع الجمهور، لكن هو كاداء مهم جدا 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 لمنتخب فرنسا. لكن لو خدنا بقى في المتعه والتاثير والاهداف وكله، اعتقد ايدن هازار عمل بطوله مش طبيعيه. بالظبط. يعني طبعا ممكن لو كرواتيا قدرت تتوج باللقب ممكن يكون لوكا مودريتش له نصيب في الجائزه دي، لكن اعتقد ان هازار هيبقى برضو على الاقل لتقدير هيبقى واحد من الثلاثه الافضل ثلاثه في البطوله. تمام. يعني يا دكتور انت شايف المنتخب الانجليزي دي كانت اقصى طموحاته واقصى قوته ان هو يوصل للمركز او يلعب على المركز الثالث او الرابع، ولا يعني ساوث جيت كان ليه دور سلبي في نتائج انجلترا في الفتره الاخيره او في المباراه الاخيره؟ لا، هو ساوث جيت ما عندوش الخبره القويه كمدير فني ان هو مع المنتخب الانجليزي. هو يمكن كان جاي كمدير فني مؤقت بعد ما كان المفروض سام الاردايس هو اللي يقود المنتخب، وحصل زي فضيحه كده وسام الاردايس استقال وهو جاي كمدير فني مؤقت، وكان محطوط اسامي كتير جدا يتفاوض معاه المنتخب الانجليزي. لكن نتائجه الطيبه خلت الاتحاد الانجليزي وضع الثقه فيه وخلاه يكمل. اعتقد ان هو اللي عمله المنتخب الانجليزي ما كانش يمكن متوقع بشكل كبير، ولا بالعكس هو تفوق التوقعات اللي كانت محطوطه له قبل البطوله. هو ساوث جيت اعتمد على مجموعه من اللاعبين اللي هم ما هماش النجوم الصف الاول او نجوم الشباك، بالعكس. منتخب انجلترا من اقل الاعمار السنيه او معدلات الاعمار السنيه في البطوله، عمل جيل جديد للمنتخب الانجليزي. لما نشوف ان هاري كين كابتن الفريق مع عنده 24 سنه، يعني لسه ما هواش لعيب مخضرم ولا حاجه. اغلب اللعيبه كده، جوردن بيكفورد حارس المرمى اللي فاجئ العالم كله بمستواه، والنهارده عمل تقديرات هائله جدا، هو من احسن حراس البطوله وقد يكون احسن حارس مرمى في البطوله كمان. فهو عمل تشكيله كويسه جدا، عمل جيل جديد لانجلترا. اعتقد لا، هو وصوله لقبل النهائي ده انجاز كويس جدا، بس هو المهم ان انجلترا تبني عليه، لان احنا دايما بنشوف انجلترا عليها طموحات كبيره قوي وما بتعملش حاجه. بالظبط، ما ده اللي بكلمك فيه بالظبط. يعني اقوى دوري في العالم، اقوى نجوم في العالم بيلعبوا في الدوري الانجليزي، لكن ملوش مردود فعل ايجابي على لعيبه او على منتخب الانجليز. يمكن بالعكس ده كان مردود سلبي، لسبب ان دايما كان انجلترا ما عندهاش اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الكبيره. يعني لو بصينا احنا على حراس المرمى في كل الانديه الكبيره، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وارسنال، كلهم اجانب. بالظبط. فده يمكن عشان كده خلى بيكفورد اللي هو حارس ايفرتون، والحارس الاحتياطي بتاعه على فكره ده حارس بيرنلي، يعني حارس فريق في منصف الجدول. يمكن بالعكس ده اثر على الكره الانجليزيه الفتره اللي فاتت. لكن هم عندهم خطه كويسه جدا للمستقبل، عندهم ابطال عالم 17 سنه، عندهم ابطال عالم 20 سنه،
فهم عاملين خطه كويسه للمستقبل. الفريق اللي موجود صغير في السن مع طبعا اللعيبه اللي هتطلع من فرقتين الناشئين والشباب دول اعتقد هيبقى ليهم دور كويس قوي في الفتره اللي جايه في البطولات سواء اليورو 2020 او كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. مين الفريق اللي زعلت لخروجه؟ اكيد بلجيكا طبعا في قبل النهائي ده كنت اتمنى ان هو يوصل النهائي. لكن في البطوله نفسها لا كنت اتمنى كولومبيا تعمل حاجه لان كان فريق ممتع. كولومبيا اعتقد ان هم كانوا يستحقوا ان هم يكملوا اكتر من كده. خسارتهم بركلات الترجيح من انجلترا هم كانوا فريق لا بالعكس قدموا اداء ممتع جدا. اعتقد كمان المكسيك بس المكسيك يعني بدات بدايه قويه بعدين نزلت بعد كده تدريجيا. لا يمكن كولومبيا اكثر فريق زعلت عليه بصراحه. تمام. المباراة الفاصلة بكرة إن شاء الله فرنسا في كرواتيا، متوقع مين هيكسب؟ يمكن كل التوقعات بتقول فرنسا حتى بالأسامي وحتى باللعيبة وكده. أنا أتمنى كرواتيا لأن كرواتيا عاملة قصة خيالية جميلة جدا، العالم كله متعاطف معاها. لكن الثلاثة وقت إضافي ورا بعض دول هيهدوا أي فرقة يعني يأثروا عليهم. طبعا هو كان واضح حتى في ماتش انجلترا يعني كان واضح ان هم كانوا متاثرين جدا، لكن التعادل اداهم طاقه غير عاديه بقى، طاقه يعني نفسيه قدروا يكملوا بيها وقدروا يخطفوا الفوز وكانوا بيلعبوا بطاقه مبالغ فيها يعني روح مبالغ فيها فعلا. لكن اعتقد هيبقى صعب ان هم يعملوا ده مع فرنسا كمان لان فرنسا فريق تقيل وعنده خبرات عاليه قوي وعنده لعيبه تقيله في كل المراكز من اول حراسه المرمى لغايه المهاجم. فانا شايف ان فرنسا اقرب لكن اتمنى ان كرواتيا تكمل قصه الخيال اللي هم عاملينها دي بلقب يعني. انا معاك والله، انا بتمنى كرواتيا فعلا، كنت بتمنى اشوف كرواتيا وبلجيكا بس يعني خلاص بقى. يعني كنت عايز اقول لك اسالك سؤال بقى بعيد شويه، تفتكر الروح والانتماء والدم والكلام ده اللي احنا بنقوله ده كفايه ان انت تكسب ولا لازم يكون في دور مدرب ومدرب كبير كمان ليه تاثير ايجابي على الفريق؟ لا طبعا دور المدرب مهم جدا والاسامي اللعيبه مهمه جدا طبعا الروح والانتماء ده حاجه قويه قوي لكن مش كفايه طبعا لوحدها. يعني خلينا نتكلم ان كل المدربين اللي موجودين في قبل النهائي لا عاملين شغل كويس قوي يعني ساوث جيت حتى اللي هو الرابع زي ما قلت لك عمل جيل جديد وعمل اسامي جديده وعنده خطه كويسه جدا بيلعب بيها. داليتش مع كرواتيا نفس الحكايه. ديشامب رغم ان كان عليه انتقادات كتيره جدا في بدايه البطوله لكن مع سير البطوله واضح ان الفريق بيتحسن وواضح ان الاداء حتى التكتيكي بيتحسن. نفس الشيء طبعا برضه روبرتو مارتينيز اعتقد ان هو من افضل المدربين في البطوله مدرب بلجيكا واعتقد انه هيبقى كمان في اللي جاي هيبقى في دور لتيري اونري اللي الناس كلها بتتكلم عليه دلوقتي وعلى دوره مع منتخب بلجيكا. فلا طبعا المدرب عنصر مهم جدا جدا في انك تحقق انجاز او انك تكمل في البطوله. ده ما يخسرش طبعا الروح والانتماء حاجه قويه جدا. لكن لازم دور المدرب ده ما ينفعش الروح بس تجيب بطولات يعني. وهل ممكن منتخب يا دكتور عادل ينزل ارض الملعب من غير روح وانتماء؟ لا ما ده لو ده حصل بيبقى ما زي ما بتشوف في بعض مثلا منتخبات افريقيا لما بيحصل مشاكل عالم. لا بتكلم في كاس عالم بس ماديات في كاس العالم لا صعب جدا. مش كده صعبه ومستحيل كمان. اصلا انا سمعت بصراحه وانا جاي بصراحه يعني كلام ان المنتخب المصري وروحه وانتمائه ما كانوش قد كده فقلت برضه اسالك يعني ممكن امتى انا وانت كده نتكلم على منتخب مصر في الثالث والرابع في كاس العالم؟ والله يعني سنة كام؟ احنا محتاجين خطة طويلة الأجل يعني. ما أنا بقول لك أنا بسألك بجد والله العظيم يعني ممكن سنة كام ممكن نتكلم كده إن احنا في ثالث ورابع كأس عالم أو مثلا دور الثمانية احنا لو ابتدينا من دلوقتي نخطط مثلا ل 2030 يعني لأن احنا مثلا احنا بنتكلم دلوقتي 2022 لا أنت هيبقى عندك نفس الأجيال اللي موجودة دي إنما احنا من دلوقتي نخطط لأن ما المشكله يعني حتى بعد ما حضرتك شايف احنا خرجنا من كاس العالم من الدور الاولاني. انا من يوميها للنهارده ما سمعتش كلمه على بكره. انا كل الكلام حصل ازمه حصل مشكله حصل فلان حصل دخل انما ما سمعتش حاجه على بكره. طب بكره ايه؟ بكره هنعمل ايه؟ مع ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه طلع قال انا بفكر ان انا انظم كاس العالم 2030. صعب قوي صعب جدا يعني. هو مبدئيا كمان ان اعتقد ان الاتجاه كله في الفيفا ان كاس العالم 2030 هيبقى في امريكا الجنوبيه وتحديدا في اوروجواي عشان خاطر يبقى ده الذكرى المئويه لكاس العالم. اوروجواي والارجنتين حاطين ملف قوي جدا واعتقد ان العالم كله هيتعاطف معاهم في النقطه دي. عارف بقول لك كده ليه يا دكتور؟ بقول لك كده يعني الراجل بيفكر في 2030 فهل ممكن تدي بقى بدايه لتخطيط فعلا ولا مجرد كلام؟ يا ريت تبقى زي التخطيط حتى على مستقبل يسيبك من التنظيم خلينا على مستوى الكوره نفسها بالظبط يعني نعمل فرقه تقدر ان هي للوقت ده خلي بالك فرقه بلجيكا دي مثلا بتجهز من 2002 و2003 بالظبط طبعا خطط طويله المدى. المانيا اللي خدت كاس عالم 2014 هم كلهم كانوا فريق المانيا للشباب اللي كانوا واخدين كاس اوروبا 2008 بالظبط. هو هي دي الفكره ابتدي خطط من دلوقتي ل 2030 وهتلاقي نفسك بتعمل كده. اكيد يعني دكتور عادل الكريم الناقد الرياضي شكرا جدا على هذه المداخله شرفت بيك.
الراجل بيتكلم في المنطق وبيتكلم في الكلام اللي احنا دايما بنقوله.